حكم هذه المباراة هو السيد معتز إبراهيم من ليبيا. الحكم المساعد الأول عبد العزيز أجو من غامبيا. الحكم المساعد الثاني. إذن قبيل لحظات من انطلاق المقابلة التي ستجمع بين منتخبي غانا ومدغشقر، صفحة لاعب قسنطينة قررت التقرب من بعض الجماهير الحاضرة هنا التي تزين ملعب الشهيد حملاوي. إذن معنا في ضيف صغير أو يريد أن يوجه كلمة باللغة الإنجليزية لضيوف الجزائر وضيوف قسنطينة. عرفنا باسمك. لايور باسل، بالعمر 9 من عمري. Welcome everybody to Dir Algeria, the match of Madagascar and Ghana, the and Constantine Algeria, the Cup Africa Shan Constantine 2023, and welcome everyone to Algeria and Africa. Thank you very much and see you next time in the match. Goodbye. Thank you. يلا انت هذه الاخت تاعو، الاخت تاعو قولي لي 1 2 3 في بالانجيري. 1 2 3 في بالانجيري. صحيتي صحيتي فحله. يلا اكيد الجماهير حاضره هنا بملعب الشهيد حملاوي. بعد لحظات ستكون الانطلاقه من ملعب الشهيد حملاوي. اذا كما تشاهدون على الصوره وعبر البث الحي، اجواء جميله يصنعها جماهير الجزائريه بهذه المقابله التي تجمع بين الدولتين الافريقيتين غانا ومدغشقر، الى ان جماهير ابت الا انها تشارك وتساهم اكيد في نجاح الحدث. جماهير كل من النادي الرياضي القسنطيني، جماهير مولودية قسنطينة، جماهير جمعية تخرب، الكل حاضر هنا واللون واحد وهو الوان الوطن، الوان الجزائر، من اجل احياء ممكن هذه التظاهرة. خلينا ممكن نتقربوا من الجماهير الحاضرة. مساء الخير سيدي. الاخ الكريم، نشكر والي ولاية قسنطينة ورئيس امن ولاية قسنطينة على هذا التسيير والتنظيم، وبربي ان شاء الله راهي منظمة كل واحد بالبي تاعو في البلاصة تاعو، والحمد لله بربي ان شاء الله. نشكر الصحافه ثاني اللي قايمه ب كيف كانت الاجواء وانت داخل؟ كانت منظمه؟ لقيت صعوبه في الدخول؟ الدخول الامن متوفر، الامن بالبي تاعك تخش يقدروك يحترموك، تخش في البلاصه تاعك العزيزه بكل احترام. نعم بكل احترام. هذا الاخ تاعك؟ هذا جاري، هذا جاري العزيز. عطينا كلمه هذا اللواء. شكون؟ تحيه الجزائر. تحيه الجزائر. شكون يا ناصر، غانا ولا مدغشقر؟ شكون انا؟ مدغشقر. مدغشقر؟ وانا غانا. اعطيني اسم لاعب مدغشقر. عطينا ناصر المبركي. ناصر المبركي. معايا من انت؟ انا مع غانا، نتبعوا غانا. ايوا كيف يقول لهم بلاك ستار هكا؟ بلاك ستار. بلاك ستار. اوكي. ايوا. يلا معنا ايضا الاخ، مرحبا بك. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله نلعبوا من ماتش ان شاء الله. غانا ان شاء الله. غانا ان شاء الله، انت مع غانا؟ ان شاء الله تبارك غانا. ان شاء الله. وان شاء الله اول ما ان شاء الله يلعبوا منيح غانا ان شاء الله. ان شاء الله. وعندنا غانا وصحيه الجزائر، وصحيه الجزائر. صحيح. يلا نزيدوا نتقربوا من الجماهير دائما. يلا الجماهير الحاضره هنا نصلي ارواح. يلا الاطفال ايضا حاضرون هنا في الملعب بالرايه الوطنيه. مساء الخير. مساء الخير. واش راك فيا؟ والله لاباس الحمد لله. الاجواء هنا؟ اجواء رائعه ومثاليه. ايوا. واش شكون عند ناصر اليوم؟ ناصر ومدغشقر. ناصر مدغشقر. مدغشقر. علاش؟ اول مره هكذا برك؟ مدغشقر خير من غانا. اسم لاعب من مدغشقر. انا عرفت. والو. والو. المهم ناصر. المهم ناصر مدغشقر وخلاص. اهم شيء. واش عجبك الافتتاح؟ حفل مليح ما شاء الله. عجبك؟ مليح. ايوا. وفيما يخص المنتخب الوطني عجبك الاداء تاعو؟ والله اداء ناقص شوي. ناقص شويه. واش شكون اللي ما عجبكش من العناصر؟ مش عجبونيش، ما عندهمش خطة يلعبوا عليها. او والله. واش تقول للناخب الوطني على المباشر؟ تفضل. كوراج، بربي ان شاء الله نجيبوها. هذه لم الجمال بالماضي ولا بوكرة؟ بوكرة. وبالماضي واش تقول له؟
ربي يوفقه ان شاء الله. يعطيك الصحه. اذا كما تشاهدون يلا فيه ايضا المتدخلين نحاولوا نتقربوا منهم. يلا يلا مساء الخير. دابا واش رايك؟ الحمد لله. مع شكون غتناصر اليوم؟ شكون غتسيبورتي؟ ودان. شكون؟ ايمي السوداني المهم. مدغشقر ولا غانا؟ حانا. غانا. قول لي 1 2 3 واتي دو جيلي. ايوا معنا ايضا انصار هنا. مساء الخير ومرحبا بكم هنا في مدرجات حملاوي. واش رايك في الحله الجديده تاع ملعب الشهيد حملاوي؟ والله يعني اضافه كبيره لقسنطينه. راهو ملعب الله يبارك ما شاء الله. ان شاء الله تنجح الدوره هذه وان شاء الله نكونوا قد المستوى وبربي ان شاء الله رانا ديما حاضرين باش تنجح الدوره هذه. ونتمناو ان شاء الله بلادنا تزيد تحتضن ان شاء الله حوايج خير من هكا ان شاء الله. ورانا ديما واقفين بربي ان شاء الله. اكيد. يلا مولا سر اخر يا خويا. السلام عليكم. بك يعيشك خويا. والله هي استاد عالمي ملعب عالمي. نتمناو تنجح الدوره هذه ونتمناو اضافه كبيره لقسنطينه ان شاء الله. وديما مولودية قسنطينة يعطيك الصحة. عناصر مولودية؟ مولودية ديما مولودية ديما مولودية. يلا أنا أعتبر إضافة جديدة. هذه ثقافة جديدة للجزائر الجديدة. هذه كلمة مليحة يعطيك الصحة. يلا الجماهير تتوافد دائما. كلمة مرحبا. قد جئت اليوم من البصر ليشاهد مباراة اليوم بين غادة وغانا ودمشق. قد استمتع كثيرا في هذه المباراة. أرجو بفوز غانا. أيوا توقعك غانا؟ نعم. أيوا بنتيجة 3-1 أو 2-0. هذا توقعك للمقابلة؟ 1-3 أو 0-2. إن شاء الله إن شاء الله. أنت ثاني تدخل معنا أكيد. شكون مع شكون أبو ناصر أنت؟ مع منتخب الغاني. غانا أنت ثاني؟ نعم. قداش تتوقع النتيجة؟ 2-0 أو 3-1. تعرف شويه اللاعبين تاع غانا ولا ما تعرفش؟ ما نعرفش. ما تعرفهمش. المهم مع غانا. 1 2 3 ايوا. يلا ابو ناصر صغير مساء الخير. يهضر معاه. هيا قول لي كلمه. قول لي كلمه. فيفا لاجيري. قول له فيفا لاجيري. فيفا لاجيري. هيا. واش راك لابس؟ واش راك لابس؟ واش راك لابس؟ قول لي جزائر. واش راك لابس؟ جزائر ومن تحت. جزائر ومن تحت. صحيت يعطيك الصحة. يلا مو ناصر اخر اليوم راهم بزاف. انا ايوا عجبتني بزاف. عجبتك؟ واش اللي عجبك في الصطاد؟ عجبني لي جوار. لي جوار؟ لي جوار تاع غانا. غانا. شكون غتناصر انت؟ شكون غتسيبورتي؟ غانا. غانا؟ ايوا. قد توقع النتيجة؟ 2-0. او قد تشري شي لك؟ قولوا سيبورتي كرة القدم. يلا زيدوا زيدوا ناخذوا زيدوا دوك نجيك دوك نجيك. يلا مناصر اخر مرحبا بك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عجبتك الاجواء هنا في ملعب حملاوي؟ مليحه الاجواء. بدلوا الصاد ومليح. كيف شي الحاجه اللي عجبتك في حملاوي؟ عجبوني المتفرجين والصاد فاولا. وعجبوك الكراسه؟ مليح. قول للانصار حافظوا لنا على الكراسه. حافظوا لنا على الكراسه. انا سيبورتي غانا. يلا اجواء رائعه. عرفوا كفايه يخدموا ويديروا. اجواء نار هنا. كيف؟ نار نار نار. والمقابله قداش تنتهي في رايك انت؟ 3-2. 3-2. شكون يربح؟ غانا. غانا راكم كان مع غانا وماذا غشقر مساكن. دوك تنجيك. اجواء رائعه الله يبارك. صطاد مليح. ايه توقع النتيجه. توقع النتيجه 3-0 غانا. غانا انت تسيبورتي السياسي ولا الموت؟ سياسي باينة. الحاجه السياسي. غني لي الاغنيه المشهوره السياسي. غير على الفلا انا اشتغل. صحيتو صحيتو. يلا زيدو. الاجواء رائعة. كما بعد صفنا في بلدنا الجزائر ونتوقع النتيجة 3-2 لغانا. غانا.
غانا راه منتخب يعني الانصار كامل مع غانا اكيد حبا في طريقه لعب غانا وغانا طالما اخرجت يلا نزيدوا مناصر اخر مناصر مرحبا بك مرحبا أكيد يلا دخول هذه اللحظة اللاعبي منتخب مدغشقر وكذلك ممكن الجماهير تحيي اللاعبين في هذه الأثناء خليكم متابعين لصفحة سنرصد لكم المزيد من الكواليس بعد قليل